الله يبارك 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 ولي كل هذه هي جابتكم الطريق، جاب الطريق، جابت المركز الصحي، وجيب الفلاحة، وجيب الخير إن شاء الله. إن شاء الله. في المستقبل وش ناوي؟ وش ناوي إن شاء الله خير هكا؟ وش ناوي دير؟ وش ناوي تخدم؟ نقع في هكا. واش تخرج؟ واش تخرج؟ نعم، واش تخرج إن شاء الله؟ حابب تخرج. الله يبارك الله يبارك. وانت وليدي واش حاب؟ واش حاب دير غدوة في المستقبل كي تكبر؟ طبيب. الله يبارك الله. وانت وليدي؟ طبيب. معلم طبيب رجل الأمن ما شاء الله. ما شاء الله. عمرك ما شاء الله. تعيين مدير غدوة يجي المدير قوائم شحال عطيتوني قسم الله 40 جد جايين اللي راهم يقراو كيشوفوا المؤسسات الفعليه نديروا يعني في المناطق النائيه اللي ما سجلش عندنا مده الوقت مع المفتشين تسرحوا لهم اسبوعين ممكن واحد يدير لي اجراء التنقل كاين كل واحد ما كانش مهما كان السند كون كاين تحويل كان لو قرات حاسس تحويل مش يعني التندير ما قراش اصلا مش تسيبوا لنا العام الماضي هنا كيجينا هذا كيجينا هذا قالوا 14 يعني تعطيو لا ديروغاسيون داش لا ديروغاسيون داش هذه لان ظروف قاهره ظروف حافظ قران هذاك اللي كان حافظ قران دونك يقرا في الدار اللوحه وكذا ولكن المدرسه ما كلهم كل شيء مهما كان شفت التنميه اللي فيها pour cette occasion justement je tiens à remercier tous les facteurs qui ont participé à l'organisation de l'école parce que mon attaque d'elle où c'était pas une c'est un défi c'est un vrai défi non il faut le dire c'est un défi alors je nous score les défis le mouqawil يعني عطانا كلمه وفاء اي pratiquement réception pour Jean Bert oui tout à fait réception Bert avec quelques réserves qui va nous c'est pour ça que je tiens à remercier les responsables M. Chabert M. le PRPT et beaucoup de soutien monsieur et leur entreprise franchement l'entreprise معنا كنت نقولوا المقاولات اخرين عندنا حوالي 100 مقاوله اللي خدمت معنا مع البلديات لي زيكول تاعنا كل دو غير ان كار ريكيزيسيون انا سيني ريكيزيسيون مقطع اكسيبسيونيلمون هاد الدواء لا ما شاء الله في المدرسه بالنسبه للدخول لهوية المطعم كاين واش كان فيهم الماء؟
معمرين معمرين تبغي تشوف شو معمرين سيني ذوك معمرين ما والماء صالح للشرب روح نشرب اللي يشربوا منها اللي يشربوا منها الاولاد اللي يشربوا منها يشربوا منها وكتاش عمرتوا الماء هذا عمرنا اليوم زيوري صباح اليوم صباح عمرنا صباح اليوم باش باش صحتك صح شلون كل شوف ليكول واش جبت جبت طريق صال دو سوان الاستثمار في الشارع تشوف خاصنا النقل المدرسي والاساس هو هنا اللي ما عندناش الحاجه الكهرباء مع الكهرباء كهرباء الفريديه معنا رئيس البلديه سبقكم في كل هذا الشيء غير والله غير هضر على النقل وهضر على الطريق تكميل الطريق هاو كان يقول لي هذا وراه ما عندكمش رشايقه كبيره في المساحه كبيره 32 منطقه دواوير كبار